باكر نجيم الشاية باكر تعتل الراية باكر نجيم الشاية قائد الوفاية مهدي ويا قائد الله الله يكشفنا على قبر صلي هناك الظهر يكشف لنا على قبر صلي هناك الظهر حرر الكعبة الشريفة من طواغيت العصر حرر الكعبة الشريفة من طواغيت الله المقر يصبح فدك قل مولانا إلك المقر يصبح فدك قل مولانا إلك حق من رجع يا غالي نسلب غصبا من أهلك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدي قناة المهدي الفضائية، وهذه التغطية الخاصة لزوار الإمام الحسين عليه السلام، كونوا معنا. نتعنى مشي للبقيع نطبكي نوب نتعنى مشي للبقيع نطبكي وراية المهد ترفرف عالسما من تنتجي عالسما من تنتجي يصير طف ثاني له تقول جنها كربلة ويا كل تشيعة تصرخ يا لثارج فاطمة يا لثارج يلا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى ومع احد زوار الامام الحسين عليه السلام. السلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الاجر. لكم الاجر والثواب ان شاء الله للجميع. اهلا وسهلا بك. منين جنابك؟ والله من البصره. اهلا وسهلا بك. انت اجيت مشي لو ركوب؟ احنا عندنا موكب بالناصريه، خلصنا الموكب صعدنا للنجف وجينا النجف لا يمشي. اول سؤال اسئله لك، شنو اللي شعرت به وحسيت الحين دخولك الى كربلاء المقدسه؟ والله شعرت بالخدمه زايده ان شاء الله فوق الزايده، واشعرت بأسر زينب عليها السلام لو ما تأثرت، والله العظيم من الساعة قمت بجان الله شاهد علي صحيح مو مهمني، وأشعرت الزوار هاي يقول سبحان الله شنو المدفوعة إليه من النجف من بغداد من سر إلهي سر إلهي سبحان الله. هسان لو يقولوا لأبوك إيش ما تريد نملك لك تروح لمشي والله ما أقدر خطوتين ما أقدر أمشي، بس من مطار الحسين لا والله نمشي بالليل وبالنهار. حسيت بالتعب؟ لا والله ما حاسس بالتعب، كلش ما حاسس بالتعب، نقعد لنا ساعة نرتاح كلش ما بين. طيب عندي لك سؤال ثاني، اليوم لو افترضنا انه تقدم فد عهد للامام الحسين عليه السلام انه ترك بعض الذنوب مثلا كالغيبة او غير شيء وترجع للأربعين اللي يجي انه تقول له مثل ما عاهدتك اني على العهد باقي، ايش راحت عهد الامام الحسين وانت متوجه اليه، ايش راح تترك؟ راح اترك الغيبة واترك الحرام واترك النميمة واترك ان شاء الله بجاه هو الحسين عند رب العالمين يموت قلبي من ذن الموزينات كلها. هذا راح يكون عهد خلي بالك. ان شاء الله ان شاء الله ثابت هذا ان شاء الله بحيل الله والحسين ها. ان شاء الله الله يطول بعمرك وترجع السنة الجاية. زيارة للزيارة الجاية هذا عهد بالامام. عهد ان شاء الله بالامام ان شاء الله بحيل الله. الله يتقبل من عندكم. شكرا لك. كل عمري وين راح الغصب حقكم ما بقت له حكاية وين راح الغصب حقكم ما بقت يلا باكر نجيم الشاية أهلا بكم مشاهدين الكرام ومع موكب شباب الخدمة الحسينية في كربلاء المقدسة. طبعا هذا الموكب اليوم خدمتهم مختلفة، ما يقدمون الأكل والشرب لكن يصنعون الخبز الكهربائي ويقدموه إلى المواكب، وبعد المواكب هي من دورها تصنع السندويش وتقدمه لزوار الإمام الحسين عليه السلام، ومع الأستاذ حسين المهندس والقائم على هذا الموكب. السلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الأجر. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله لنا ولكم عظيم الأجر بذكرى أربعينية الإمام الحسين.
واهلا وسهلا بكم اليوم. اهلا بك، شلون تمت انشاء هذا المعمل او الفكره منين اجت وشو وقت بلشتوا بها؟ لاحظنا بالسنين السابقه الزوار صار عندها تشبع وملل من الطبخ والاعمال الطبخ المتكرره، فمجموعه شباب خريجين كليات اجتمعنا وقررنا انه نبدا بهذا الشغله، اخذنا الفكره مالتها من موكب موجود اصلا سابق، والحمد لله والشكر هذه السنه الثالثه بالعمل. السنة الثالثة يعني صاركم 3 سنوات انتم بهذا المكان. بالضبط، ورشة سيارات تتحول بايام الزيارة الاربعينية الى معمل لانتاج الصمون والمعجنات. شلون يتم التنسيق بينكم وبين المواكب اللي تستلم من عندكم هذا الخبز الكهربائي؟ وكأنما صار الامر بتوفيق الهي، يعني مجرد ما فتح الموكب لاحظنا انه عدد المواكب اللي اجت فوق طاقتنا اصلا، فكثير من المواكب وللاسف الشديد جاي ترد، يعني ما جاي نقدر نغطي بسبب العدد الهائل من المواكب اللي عليها اقبال على هذا الموضوع. طيب يوميا ايش قد تنتجون؟ يعني ما يقارب من 3500 الى 5000 اذا تحسب المعجنات والصمون. جيد، ليش وقت راح تبقون انتم مستمرين؟ الى يوم 19 ليلا، يوم الاربعين ما موجودين. اكو فكره انه توسعه المشروع مستقبليا راح تكون؟ بالتاكيد، والان الامام العفو المكان اللي تشوفه امامك هذا اللي مفتوح، مخططين مستقبلا انه ينفتح اصلا ويكبر بفضل الحسين. الله يبارك بكم إن شاء الله بحق الإمام الحسين، القبول لكم. شكرا جزيلا، نسأل الله أن نحيا ونموت على هذه الخدمة. شكرا جزيلا. يكشف لنا على قبر، صلي هناك الظهر، حرر الكعبة الشريفة من طواغيت العصر، من طواغيت. يلا المقر يصبح فدك، كل مولانا إلك حق، ومن رجع يا غالي نسلب غصبا من هلك، نسلب غصبا من هلك. نوب نتعنى مشي للبقيع نطبكي، وراية المهد ترفرف عالسما من تنتجي، يصير طف ثاني له تقول كانها كربلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ومع أحد مواكب خدام الإمام الحسين باسم موكب دلة الحسن عليه السلام من كربلاء المقدسة، ومعي الأستاذ حسين أحد القائمين عليه السلام. عليكم، أعظم الله لنا ولكم الأجر. لنا ولك إن شاء الله موفقين، والله يسر عليكم مبارك بكم. أهلا وسهلا بك. من أي سنة تأسس هذا الموكب؟ من 2016 لحد الآن إحنا مباشرين به، يعني كان موكب مختصر صغير وتحولنا لي جاي، من تحولنا لحد الآن يعني بركات أبو عبد الله. شلون تم ربط الاسم اسم دلة الإمام الحسن وكونه أنتم تقدمون القهوة؟ هو كريم أهل البيت، كريم أهل البيت، وهذه بفضل فضل الله وأهل البيت، وهذا هت تشوف هسه قدامك، يعني إيش جاي نسوي نقول قليل. أنتم من أي سنة تأسستوا ومن أي يوم بديتوا بهاي السنة؟ والله بدينا من يوم ما يعني ما أضبط لك شهر شو وقت، من 2016 لحد الآن إحنا مباشرين، وهاي تشوف بعينك. يعني هاي السنة شو وقت نصبتوا الموكب؟ قبل 5 أيام، يعني قبل ما تبدأ زيارة إحنا جهزنا حضرنا جبنا الموكب مالتنا نصبناه هنا، وايد جاي تشوف بعينك. ليش وقت باقين؟ للصبح. يعني من الصبح للصبح مستمرين؟ صبح للصبح، يجون اثنين يروحون اثنين، مبادل يعني، وإن شاء الله مو خسارة جاي نسوي. الله يبارك بكم، وإن شاء الله نسأل الله بحق الإمام الحسن القبول لكم. والله يوفقكم، وإن شاء الله يعود عليكم بخير وسلامة. مع خادم الإمام الحسين العم أبو أيوب. السلام عليكم عم أبو أيوب، أعظم الله لنا ولكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم أبو أيوب، أنا انتبهت لك جاي توزع العطر. من إيش وقت أنت بديت بهذا الشيء؟ صار لي 5 سنين كل سنة أوزع العطر، ما عندي إمكانية وأحط غيره. يعني أنت اختيارك للعطر بسبب إنه ما عندك إمكانية؟ جوار الحسين عطرها. ريحة جوار الحسين، أشي الريحة زينة هم ماشي المزينة جوار الحسين، أنا ما عندي إمكانية وأشوف غيره. يعني بس ناقصتك الإمكانية. أي والله 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 حق هذا جوار الحسين والحسين إمكانية مر. الله يبارك بك إن شاء الله عمو. موفقين إن شاء الله. أنت من إيش وقت بديت بهاي السنة؟ هاي السنة 5. لا أي بهاي السنة، بهاي السنة من أي يوم بديت أنت هنا؟ يومي هنا، يومي هنا من العام بديت، هلا بتخلص زيارة. ولحد ما تخلص زيارة لا تروح للبيت؟ نعم، يروح لأهلي. زين مكانك وين راح يكون انت استراحتك؟ هنا بالشارع، بالشارع هذا، الشارع هذا تنقل بالشارع، انا احنا زوار. الله يبارك بك ان شاء الله. الله يوفقكم، الله يزيد حظكم، الله يرزقكم امثالكم، هاي معروف. شكرا لك عمو، ان شاء الله نسال الله بالامام الحسين القبول لك. سلام الله على الامام الحسين، موفقين ان شاء الله بالامام الحسين، وفقكم الحسين. فاطمه يا الله،
هذا قبر امي يناجي ليش كل همي وين راح الغصب حقكم ما بقت لا حكايه وين راح الغصب حقكم ما بقت باكر باكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم الأجر. وأهلا وسهلا قناة المهدي الفضائية. أهلا وسهلا. حجينا موكبكم من شو وقت تأسس؟ موكبنا تأسس من 2003 ولحد هذا اليوم احنا من أول يوم أو من 10/0 لغاية نهاية الزيارة الأربعينية احنا مستمرين بخدمة الزوار أبا عبد الله الحسين ليل ونهار. من كربلاء طبعا. من كربلاء تقريبا عدد الخدام هذا الموقف؟ الخدام مالته بين 20 خادم الى 25 خادم. زين هذا شلون يكون تمويلكم ذاتي؟ تمويل ذاتي، تمويل ذاتي، تمويل ذاتي من كل الخدام. احنا تبرعات مع تجينا تبرعات من الناس اللي دائما تدعمها من الموكب مالتنا. كل سنه اكو عالم تجي لهنا تدعمنا وتتبرع لنا، تعرف الموكب مالتنا وتجي خاصة على الموكب مالتنا لهنا وتدعمنا دائما بالمال وبالمواد وبكل ما الله يمكنهم به. ثلاث وجبات احنا دائما عندنا، عندنا فترة الريوق نكمل الريوق نسوي الغداء وورا الغداء همات بالعصر نقدم الكباب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى ومع أحد زوار الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجرنا وأجركم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. وشكرا لقناة المهدي على هذه الفرصة. أهلا وسهلا بكم. من أين جنابك؟ جناب من البصرة، من الزبير. نعم. أجيت مشي من البصرة لو من النجف لو من أين؟ لا من النجف. أهلا من النجف. أهلا بك. إيش صار لك بالطريق؟ صار لي والله يومين. أهلا وسهلا بك. شلون شعورك؟ وصف لي أول ما دخلت كربلاء المقدسة. والله شعور كل موالي، كل مؤمن يدخل قبلة الأحرار، قبلة ثوار الإمام الحسين عليه السلام، وعلى أجواء ما تنوصف صراحة. كونك جاي للإمام الحسين، عندك طلب من الإمام؟ والله كل واحد عنده طلب، كل موالي عنده طلب. شنو طلبك؟ طلبي يعني الأمان، الأمن والأمان للعراق، وينصر القوات الأمنية والحشد الشعبي، وينصر الشعب العراقي بصورة عامة، ويزيح هذه الغمة عن هذه الأمة وإن شاء الله. الإمام الحسين عليه السلام قدم كل شيء من أجل الإنسان ومن أجل الدين. اليوم كونك موالي، ذكرت أنه أنت موالي، شنو اللي راح تقدمه للإمام الحسين عليه السلام؟ نقدم، نحاول نقدم كل ما بوسعنا للإمام الحسين عليه السلام، ونقدمه يعني لوطننا ولشعبنا وأي شيء يعني ما صورة خاصة للحسين، وذكر له فد شيء معين. نقدم المعروف إن شاء الله للناس وإذا حاول أحد أنه ينهي المعروف شنو راح يكون ردك له؟ ما نكون يعني نقابله بالمثل، نقابل نكون أحسن من عنده. السلام عليكم، عظم الله لنا ولكم الأجر. أجر الجميع إن شاء الله بهذه المصاب الجلل وهو 40 سيدنا ومولانا الإمام الحسين. أهلا وسهلا بك. منين جنابك؟ من أي محافظة؟ والله من العمارة. أهلا وسهلا بك. أجيت مشي من العمارة لو من مكان ثاني؟ والله من النجف إن شاء الله. أجيت أنت والأطفال؟ إن شاء الله كل أهل بيتي، من ضمنهم زوجتي اللي هي سابقتني بالمسافة بعد ما حصلت هنا تبقى ويانه. كون الإمام الحسين عليه السلام قدم كل شيء من أجل الدين والإنسان. صحيح. والإنسانية بأخص المعنى. اليوم كونك فرد موالي شو راح تقدم باسم الإمام الحسين؟ والله إحنا نحاول نصلح بهالمجتمع هذا اللي نقدر عليه. خطوات هي الإصلاح، يبدأ بخطوة بسيطة وبعدين يتدرج من الله سبحانه وتعالى شاء إصلاح الأمة. يعني الإبداء بالعائلة والأصدقاء. بعدين أنت أول ما تبدأ بعائلتك هي النواة الأساسية، بعدين تخرج بعدين للمجتمع إذا عندك إمكانية وقدرة بعد توصل صوت الإمام الحسين للعالم أجمع مو بس. كونك قلت أبتدي من عائلتي، وأنا إذا أشوف هاي الأطفال هي جزء من عائلتك، شلون قدرت توصل لهم فكرة الإمام الحسين عليه السلام وإجوا وياك مشوا ومتقبلين؟ محبة إحنا أول شيء من الأب، محبة بالإمام الحسين، ويشوفون هذا العزم عند الأب احتيادي. أهل بيته راح يأخذون عزم الوالد ويسعون مسعاه
فهمتهم الحسين شنو؟ احتياج الحسين اعطى كل شيء من اجل الدين، اعطى اطفاله، اعطى نفسه من اجل نصره الاسلام والدين والمذهب بشكل عام للانسانيه، والامام الحسين ما يخص مذهب او وانما يخص الانسانيه جمعاء. انا دا اشوفهم ما تعبانين ما شاء الله، شنو ردت فعلهم بهذا الطريق كله؟ شنو انتبهت عليهم؟ والله قاعد يشوفون العالم وهالمسير هذا وهالخدمه هاي الطيبه اللي قاعد يقدمونها خدام الامام الحسين، ما يتعب احد بالطريق. احسنت والله يبارك بيك ان شاء الله ويخليهم لك، وان شاء الله تكونون انت واطفالك وعائلتك على نهج الامام الحسين. الله بيك، جزاكم الله خير، والله يوفقكم ان شاء الله لخدمه الامام الحسين. الصيح جوقات الولا اليوم نبني هالمراق الشامخات ويا السماء شامخة، يلا أهل الحسن يبدي الوصال قبره أعلى من الجبال، للحسن يبدي الوصال. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ومع أحد زوار الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر. وعليكم السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أهلا وسهلا بك، منين جنابك؟ من أي محافظة؟ والله أنا جنابي من محافظة البصرة. إحنا هنا جايين خدام خدمة لأبي الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فإحنا كل سنة شباب وأقارب نتجمع بهذا المكان ونبدأ بخدمة زوار الإمام الحسين. أهلا وسهلا بك، كونك ذكرت أنه أنت شاب وأنتم شباب بداخل الموكب أو الهيئة، الشباب اليوم الأنظار متجهة عليهم، اليوم بما نتعاهد الإمام الحسين عليه السلام كونك أنت شاب وعندك مستقبل أنه تترك فد معصية أو فد ذنب أو تعاهد فد شيء تقدمه للإمام الحسين عليه السلام؟ نعم، بالبداية إحنا الإنسان كله عنده، يعني ماكو إنسان ما عنده معاصي ما عنده أخطاء، فأنا كشاب وكنظريتي واختلاط مع الشباب لاحظت انه اغلب الشباب مبتعدين عن الصلاه، فاني بهاي المناسبه هي زياره الامام الحسين، فاتعاهد الى مولاي الامام الحسين انه الصلاه ان شاء الله ما اقطع، وعهدا علي اعاهده الى زياره الأربعين الثانية يعني القادم. إن شاء الله راح ترجع السنة إذا الله انطاك عمر، نعم. راح تقول لأني باقي على العهد الحد، باقي نعم. على عهدي هذا وباقي على إدامة الموكب وكل شيء بخدمة أبا عبد الله. أحسنت، الله يبارك بيك، وإن شاء الله نجعل الشباب كلها مثل أمثالك يحملون هذه التقوى والعهد الجيد للإمام الحسين. شكرا لك والله يتقبل منك. الله يحفظك، وشكرا لكم ولقناة المهدي الكريم الفاضل رحمه الله وجهه. هذا المعزبني شيد للمناير شن دلال، هذا المعزبني شيد للمناير، قال قبة الصادق علم حوزة تصبح للخدم، قبة الصادق علم حوزة تصبح، الله ما يطبها إلا واحد روحه محترقة بخيم، ما يطبها إلا واحد عيدا ويحلل الباقر ذهب بيد أبو صالح كتب، قبر نهر العلم هذا المنك العالم شرب، قبر نهر العلم هذا المنك يلا أبهي إمه. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم لزوار الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله وبحق الإمام الحسين عليه السلام القبول لهم والرجوع إلى بيوتهم سالمين غانمين مبروكين إن شاء الله، وعلى أمل أن نلتقي معكم مرة أخرى وتغطية خاصة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. هزم الوحدي بين ما يصيح موحدي، ذولا أنصاري يا جدي شيعت الوفاية، ذولا أنصاري يا جدي شيعت، عيد خادم باكر مهدينا وقعد حسين السوداني، مشى مهدينا وقعد صاح ظل عيدنا بعد، مشى مهدينا وقعد وصاح ظل عيدنا بعد، شخص غالي علي كل